خلال جنازة الطفل ريان مشهد مؤلم أربك الجميع. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب الطفل ريان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الطفل ريان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ريان الذي وحد العالم للحظات ثم واجهه على حقيقته، هي لحظة أخرى كاشفة من لحظات مواجهة الحقيقة. تمكن الطفل الفقير صغير البنية القاتن في نقطة مهملة من العالم كله، مثل كثير من المناطق عانى مع أهله مثل كثيرون في العالم من صعوبة العيش وعدم توفر إمكانيات الحياة الكريمة. سقط صغير ريان ذو العوام الخمسة في بئر بقرية إجران، قرية صغيرة مجهولة شمالي المغرب، بعد جهود شملت إزالة جزء كبير من تل مجاور قبل حفر نفق باتجاه قاع البئر للوصول إليه. وظل رجال الإنقاذ يعملون بلا كلل تحت تهديد خطر دائم يتمثل في احتمال حدوث انهيار كبير أثناء جهودهم. ولدقائق معدودة امتلأت أجواء معظم أنحاء العالم الذي كان يتابع عملية الإنقاذ،